الأخبار المنوعة ولكن مثيرة للقلق نوعا ما، كانت الدراسة أظهرت أن زبدة الفول السوداني تسبب حدوث تفاعل كيميائي في الدم يؤدي إلى تنشيط الخلايا السرطانية، وأنها من الأطعمة الغير محببة لمرض السرطان لأنها تنشط هذه الخلايا. طبعا الوقوف على هذه الدراسة ومدى صحتها تنضم لنا عبر سكايب دكتورة رويدة إدريس، أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك دكتورة رويدة. يا اهلا بيكم. اهلا وسهلا بيكم دكتوره رويده. في البدايه لو ممكن توضحي لنا صحه هذه الدراسه. اول شيء الموضوع ما هو في الفول السوداني بحد ذاته، هو ممكن المشكله في طريقه زراعته، في انه ما كان قديم علشان تنمو عليه هذه البكتيريا السامه، فاكيد انه في سوء حفظ او انه قديم او انه في زراعته، لانه مو أول مرة دول الناس يأكلوا فول سوداني، يعني طول عمرهم بيأكلوا فول سوداني. ووفاة الأشخاص اللي توفوا بالفول السوداني يعني أقدر أقول أنا متأكدة أنه مو سبب هذا، يعني لأنه الأكل بحد ذاته مو هذا اليوم، مو اليوم أنا بدأت أكل فول سوداني، إلا إذا أنا عندي حساسية وعمل لي ردة فعل في جسمي وما لحقوني، فممكن يكون هذا سبب من الأسباب. لكن الفول السوداني بحد ذاته طول عمرنا عارفين أنه مليء بالفوائد الغذائية، ويعتبر هو من البقوليات الغنية بالبروتين، الغنية بالدهون الصحية، يعني ويساعد على النحافة لأنه يشبع، وإذا كان أكلنا منه كثير ممكن يزود وزننا، الأشخاص اللي عندهم نحافة يعني مليان عناصر غذائية مفيدة، زنك، حديد، يعني اشياء مره كثير مفيده. ففجاه كده احد مات وهذا بسبب انه اكل فول سوداني. لا، احنا دائما نقول تعددت الاسباب والموت واحد، ولكن اكيد الغذاء اذا كان بحاله جيده ومحفوظ مضبوط وكل شيء فهو ابدا ما حيكون سبب وفاه. طيب. ما حد بيموت من الاكل. ما حد يموت من الاكل؟ نموت أيوة من الجوع بس. طيب دكتورة رويدة، حابة أسألك، أني ذكرتي أنه حتى لو كانت في أخبار متداولة أنه في ناس توفوا بسبب إصابتهم بسرطان الكبد، فاللي فهمته من كلامك حاليا أنه ما له علاقة، ولكن زي ما ذكرتي أن الفول السوداني ممكن ينتج عليه نوع من العفن اللي هو الأفلاتوكسين، إذا قلتها صحيحة. أي طيب، هل يعني هذا نوع من العفن ممكن يكون هو السبب انه مثلا ينشط الخلايا السرطانيه او ممكن ياثر على الكبد او بعض الاعضاء الداخليه؟ اول شيء هذا مو بس هو الفول السوداني، هذه كل الاغذيه اللي بتزرع بنفس طريقه الفول السوداني ومنها الذره بتتكون عليها ماده الافلاتوكسين، ف يعني انه ممكن انها تصير معها، ولكن هي بتكون ظاهره بحاله انه فاسد الفول السوداني. أيه؟ بيكون باين وصعب انك تاكليه. يعني احنا من الناس اللي بنشم الاكل، صح ولا لا؟ صحيح. يعني عندنا عاده شم الاكل. ما انت عارفه كده احساس انه قبل لا اكل اشم الاكل، والحاجه الخربانه ريحتها تسبقها، ريحتها، مظهرها، ملمسها، يعني في عوامل مره كثير تخليك تقول لك لا، هذا الاكل هذا الشيء الغذاء اللي قدامك غير صالح للاكل، فاجي انا اكله وهو خربان. يعني حتى البيضه من قبل لا تكسريها تقدري تعرفي انها هي بيضه ما هي كويسه، من شكل البيضه، لونها، ريحتها، يعني صحيح. كل الاكل في علامات فساد بتبان عليه، فمستحيل اكله وهو فاسد. اما انه الموضوع اكبر من كده، يعني ما هي الكحول بتعمل سرطان كبد، لما عمال بيطلعوا دراسات على الكحول ان المشروبات الكحوليه بتعمل سرطان كبد كمان بالمره، يعني وهي فعلا مثبته انها بسبب من اسباب سرطان الكبد. فالفول السوداني اذا كان مزروع بطريقه صحيحه، محفوظ بطريقه صحيحه، بناكله بالكميات اللي مفروض انه ناكله فيها، فهو مفيد جدا. وهم كل شويه يطلعوا لنا بعنصر غذائي بيسووا لنا سمعته، لكن نقول لهم الاغذيه بريئه من هذه الاتهامات كلها اللي عليهم. دكتورة رويدة، يعني أنا فهمت من كلامك أن الفول السوداني يعني بريء من هذه الدراسة. الفول السوداني بريء. طيب جميل جدا. أنا يعني الأمانة بتطرق معك في هذا
هذا الموضوع، لأنه فعلا إحنا كل فترة قاعدين نسمع دراسة أنه الشيء الفلاني مسرطن، الشيء الفلاني مسرطن، ما خلوا شيء ما خلوه مسرطن يعني. لا متناقضة، دراسات نعم متناقضة يعني، نعم شوي يقولوا لك دام وفي شوي يرجعوا يقولوا لك نعم لا في مشكلة. نعم سؤالي لك دكتورة رويدة، ليش برأيك نسمع هذه الدراسات وبشكل كبير الفترة الأخيرة، مجلة، دكتور، جامعة، كلهم مركز أبحاث ممكن أنهم ينشروا مثل هذه الدراسات واللي قد تكون ما هي دقيقة خلنا نقول؟ أول شيء مدارس يعني مراكز الأبحاث هم يعني قاعدين وبياخذوا رواتب على إنهم يعملوا هذه الأشياء، عارفة زي الدكتور العيون اللي لابس نظارة، طب أنت لابس نظارة وعمال تقول لي أعمل عملية ليزر، فيعني هذا شغلهم إنه كل شوية يطلعونا بس عشان ياخذوا راتب. أنا دائما أقول كده لأنه طول عمرنا عايشين بدون الدراسات هذه، بنستخدم القصير وما بنموت، بنستخدم البلاستيك وما بنموت، البلدان الفقيرة اللي ما عندها القدرة إنها تجيب أفخر أنواع آنية الطعام أو الطهي بيستخدموها وعايشين، وبالعكس تشوفي عمال النظافة فيتامين دال عندهم عالي، صحتهم بيشتغلوا 12 ساعة في الشمس، شغل متواصل، إحنا ما نقدر نعمله اللي إحنا مرة مراعين أكلنا ومراعين نفسنا وهم بصحتهم. الموضوع احنا ما يضر غير النفسية، دائما لما اطلع معكم اقول لكم ما يضر غير الحالة النفسية، ما يضر غير السلبية، ولكن الغذاء اذا اكلناه سمينا بالله واكلنا باذن الله ما في اي مشاكل، المهم انه نعرف كيف نصرفه، نعرف متى ناكله، الكمية اللي ناكلها فيها، ما نبذر في الاكل، ما نصرف على نفسنا في الاكل، وهذا الأهم. أنا من المدارس القديمة اللي أؤمن إنه ربنا كل الغذاء اللي خلقه مفيد، ولكن إحنا اللي بنسيء استخدامه. حتى الأشياء المصنعة، إذا كان أنا اضطريت إني أكل شيء معلب واحدة مرة، لا يعني إنه أنا حيجيني كانسر أو أنا حأموت بسبب هذا الغذاء، لا، هذه في حالات ساعات بتضطرنا إننا نأكل أي شيء، زي ما شفت يعني بعض الشعوب اللي تعرضت لل القحط والأزمات الاقتصادية أكلوا كل حاجة، فما في أكل مضر، الضرر مننا. طيب دكتورة رويدة، في دراسة انتشرت في الصين أنه في أطفال، لاحظوا أنه في الأطفال من عمر 10 إلى عمر 8 سنوات قاعدين يموتون، ولقوا القاسم المشترك بينهم اللي هو زبدة الفول السوداني، إيش رأيك؟ سرطان الكبد، يعني مصابين بسرطان الكبد. مرة غريب، لازم يشوفوا. أنا عندي صديقات درسوا في إحدى البلدان وكانوا ساكنين في منطقة وهم كلهم أطباء، وبعد فترة لم اكتشفوا أنه 11 طبيب أصيب بالسرطان، واكتشفوا أنه المنطقة اللي هم ساكنين فيها مجموعة من الأطباء السعوديين ساكنين فيها كانت مبنية بناء حديث على مصنع، فالموية اللي كانوا بيشربوها كانت ملوثة. والله يشفي صديقتي اللي بتعاني حاليا من الموضوع هذا، يعني ما تعرفي، لازم يدرسوا البيئة حقة الأشخاص. جو سابوا كل الأمور وجو مسكوا في الفول السوداني، اللي هم دول الأولاد ما كانوا بيأكلوا غير فول سوداني يعني بالمنطق، ربنا ما شفناه بالعقل عرفنا يعني. لا أنت ما تجي تقول لي الفول السوداني هو السبب أو الموية هي السبب، لا، هي أكيد ممكن تكون في مجموعة من العوامل اللي تسببت في سرطان الكبد لدول الأشخاص، يجوا يشوفوا العوامل المشتركة، التربة، زراعة، ممكن يكون الفول السوداني عندهم في منطقتهم في الفلبين أو المنطقة اللي بيزرعوا فيها، يشوفوا التربة حقتها. وأعتقد في فيلم أمريكي عمل عن قصة حقيقية في الموضوع هذا، كان عن إنه بيستخدموا منطقة يعني منطقة فيها تلوث كيميائي وإشعاعات، وزرعوا فيها، ومن فترة من زمان من يمكن 15 سنة تتذكري الكورن فليكس اللي طلع إنه الكورن فليكس يسبب السرطان، وبعدين طلعوا وقالوا إنه اتزرعت القمح اللي اتزرع في منطقة ملوثة، فالمشكلة ما هي في الحبوب، المشكلة في المنطقة اللي انزرع فيها، صحيح يعني لابد. وهذا اللي بقى أقوله يعني.